قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا وطمنا على حاله الطقس. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير بسنت. صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. النهارده الجو لطيف وفي ارتفاع يعني ملحوظ في درجات الحراره. حلو حلو جميل. خلوني كمان اتفقنا مع الكلام اللي كنت بتقولوا عليه في بدايه حلقتنا النهارده، ان ازاي نخلي اولادنا عندهم طموح وعندهم تحدي كبير في حياتهم، ومين الرول موديل اللي هو ممكن ياخده في حياته. طبعا احنا تابعنا محمد صلاح خلال على مدار يومين مع لقائه مع صاحبه السعاده اسعاد يونس، فعلا ادخل على قلوبنا كلنا السعاده، لان هو كمان كان بسيط جدا واثق من نفسه محدد هو عاوز ايه. احنا كنا يعني ككبار وصغيرين استفدنا جدا من الكلام اللي قاله. اهم حاجه من الحاجات اللي ممكن نحققها او ناخد محمد صلاح نموذج لاولادنا، ان انت تفضل دايما مركز على حلمك، مركز عليه بس، مالكش دعوه باللي حواليك، يعني اللي جنبك وصل او ما وصلش ده حاجه تخصه هو، لان هو تقصير منه مش تقصير منك ابدا. ما تحاولش تقلد حد في تقصيره، لكن خليك دايما مركز مع كل حاجه انت بتعملها في حياتك. غير كده كمان ان انت تكون متقبل للفشل، يعني انت اوقات هتحس بعدم النجاح او عدم التوفيق في اي حاجه، ده ما يخليكش ان انت تستسلم، بل بالعكس تقوم اقوى واقوى من الاول مليون مره. خليك عندك مبدا كده في حياتك، ان انا مهما راح اقوم مره تانية، وان انا كمان مهما حصل لي في حياتي لازم اتقبل ده واعرف ان انا هوصل للاحسن دايما، لان اكيد هو ده اللي بيوصلنا للنجاح، ان يكون عندنا التحدي مع نفسنا قبل مع اي حد حوالينا علشان نوصل نحقق حلمنا باذن الله.